يلعب كريم فكري المرتده السريعه، احمد شريف لو راح، شريف شريف حط جسمه، ابراهيم شريف، لكن يا ولد اوبا جول 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 جوه جول، هدف اول لفريق وادي دجله. مروان يلعبها طويله بطوله الاماميه، يلمس مروان مره ثانيه، سمير اتسق ركله جزاء، ركله جزاء وفرمان من الكابتن عبد الكريم النصار باحتساب ركله جزاء للنادي الاهلي. صافرت كريمبو، وادي يا ولد يا ولد ابراهيم، ابراهيم عبد الحكيم يضع هدف التعادل للنادي الاهلي، هدف التعادل عن طريق اللاعب ابراهيم عبد الحكيم، هدف التعادل للنادي الاهلي. واحد 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 الاهلي ووادي دجله، ابراهيم عبد الحكيم فين، هاني عمرو ومحمد ياسر لعبت، اتعلقت العرضيه الراسيه، جول 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 جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي. عملوها عملوها عملوها، ايش هالجمال ايش هالبدايه، احلى واجمل بدايه لحكايه اليوم، هدف اول للنادي الاهلي. محمد ياسر ادي الارتقاء، اصطدمت بظهر محمد ياسر، اذا البدايه. هيلعب محمد اشرف اشرف اشرف، جول 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 جوه جول، الهدف الثاني، عملوها ثاني والهدف الثاني للنادي الاهلي. خطوة اجمل البدايات، شوف الملامح، شوف ملامح نسر النادي الاهلي على وجه اللاعب محمد اشرف، في جول 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 جول، حطها له تاني في نفس المكان، الهدف الثالث للنادي الاهلي، حماده الفيل جوه جول، هدف ثالث للنادي الاهلي. الشوط الاول بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، هل يعيد ناشئ النادي الاهلي ذكرى 16 مايو 2002 وصفرت صابر ابراهيم عاصم وحسام، جول 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 في نفس المكان، في نفس المكان ونفس الزاويه اللي وضع فيها لاعب النادي الاهلي، عند اللاعب ايشو، ايشو يعلق ويلعب العرضيه، طالع عاصم بالبوكس، يطلع مره ثانيه عاصم، لكن اتلعبت مره ثانيه، وادي جول جول لنادي الزمالك، جول لنادي الزمالك، هدف ثاني لنادي